مرحبا يا مرحبا، هلا وغلا. لبي شو البازمة ذا؟ شين كباك؟ كباك البازمة يسمونه؟ سمي بزمة. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله هذه معلومة جديدة عندي. ما شاء الله خوش بزمات يا حرام تامر عليها. لا لا احنا أخوك. كم هذا مقاس 16 و18 الرينج؟ هذه 22 حاطة حريضة. رنقات هذه في الإمارات عندنا، هذه يسمونها شنو؟ رنقات الإمارات. حتى احنا يسمونها انتو تواير حركات لا التاير اللي برا. قصدك اللي قصدك الجنط؟ ها الجنط اسمه الجنط. الجنط ها اسمه الجنط. رنق احلى. انا نفس الإمارات رنق. رنق حتى الإمارات رنق. سمي رنق. وش الجامعة عندكم؟ جام نفسها جام سيارة؟ جام الدرج شو تسمونه؟ الدرج ما ادري كبت هو؟ لا الدرج هذا مال السياره نسميه درج. درج بس. زين سكان؟ النور خفيف؟ لا السكان. وش الدركسون؟ دركسون يسمونه، احنا سكان. احنا نسميه سكن هنا في السعوديه النور الصغير. ايه اللي يجيك احنا نسميه سكنات. سكنات؟ يعني شكل السكن. السكان تقول دركسون؟ سكان سكن اللي تسميه سكن. لاحظت الناس الله يكون شر السكن. سكن جن عندنا ذي. اقول لك شيء تنصدم؟ اعطني شيء انصدم. شفت شي الدرج هذا مال السياره؟ شو يسمونه العراقيين؟ تقول دولاب. فكر اسم ما يجي ببالك والله. بس ما اسم معروف؟ لا مو معروف. ما ادري شو. لا ما راح اجيب انا، ما قلت انا. فكر فكر فكر. حفره جفره تشمبقجك. تشمبقجه هذا هذا اللي يسمعها عباك شنو قاط بطل ما يصحب بماي عرفت؟ تشمبقجك تشمبقجه تشمبقجه تشم. والله حلو. اقول كذا الايه هذه محمد افتح الجنبقشة. افتح الجنبقشة طالع فيني بيعطيك كف. قول ابوي انهبل ها؟ جنبقشة. زين تصدق مر على الاسم هذا علي؟ مسرحية قالوها عندنا بالكويت. سيافة العرب ها؟ ايه جنبقشة. جنبقشة بقشة. اعتقد انها كلمة تركية يا تركية ايرانية ما ادري والله. جنبقشة. كيف هذا صار حار؟ وكيف هذا صار حار؟ هذا كويس. هذا الزي القطري. ايوه القطر ما يحتاج. وفصلنا من ما شاء الله تبارك الله. ترى ما شاء الله ما شاء الله زيهم فخم. هذا وشغله ما كشخه ما شاء الله عليه. هذا والقطره بعد قطري، ما ودي اقول اسمه عشان دايه. اي دايه مشكله. والاقاض. مع انه غريب انت العاده تقول له سامي. والله بدون ذكر اسماء؟ بدون ذكر اسماء. دقري بس. دقري بس. كذا في اسم الاسم ده دقري بس يطلع معك مالك. جنبقشة. جنبقشة. ان شاء الله افتح سيارتك قلت جنبقشة جنبقشة السيارة كلها 10,000 ريال. ايه كلها مش 10,000 يا اخي انت الفقارة انا نبي نبي جنبقشة ما عاد تتسكر من الجنبقشات اللي فيها. من الفلوس اللي فيها. الله يجنبقشنا ان شاء الله. جنبقشنا. فلوس. والله شنو في اسامي يعني صدق غريبه يعني. انا اذكر عند لبنان يسمونه الكفر او التاير دولاب. تاير مال سياره. يسمونه دولاب. دولاب مفقع مدري باز مدري يسمونه عاد يعني نسم يعني. ما ادري يسمونه. نسم علينا شيء. المهم فايش اسمه؟ جنبقشة ها؟ جنبقشة. الطول عز. انت اعتقد انك يا اخي انا ما ادري يا اخي احب يوم الـ يعني لما يجون الحين بس ما شوي الحين اتذكر اشوف فارس قدامي كذا بتذكر البرايم. ليش؟ كذا اتذكر خلاص بقى بكره لا انت لازم تتذكر مو فارس تتذكر سعد وصالح يوم البرايم هم اصلا. احس ان هذا اقوى خصم جاني حياتي. ليش؟ ما ادري احس كل شوي خصم خلاص خصمي ما فرقت طلعت برايم ما طلعت قاعد لاخر البرنامج. قد قال لي واحد الله يستر عليه قال شوف احيانا يجيك خصم ضربه واحده قويه يعني يجيك خصم قوي يعني فرضا حقت 1000 هذه قويه زين امورك ماشيه لكن احيانا يجيك يعني شيء يجيك لا نقر ها هذه خصم زلت لسان
هذه فاتت صلاة، فاتت كذا. الصغيرة هذه أحيانا تكون أكثر من الضربة الكبيرة، لأن كثرة الصغار تجيب العيد. لكن المشكلة الأسبوع هذا اجتمع فيه الثنتين، كبيرة وصغيرة. الصغيرة شلون؟ تأخر عن تقييم، تأخر عن فقرة، تأخر عن زي كذا. والألف الألف حقة أبو كاتب مشك على قوة ثانية حقة صالح. أنت سالفتك يا أنت فقر نخافسن زين نحس والله يغضب علينا يا أخي. استغفر الله استغفر الله، هذا ابتلاء يا رجل. هذا شو سوى؟ أذكر منصور قال لي مع محمد المسعود، نقول جاء يوم من الأيام محمد المسعود يسألها في أي أول أيام، قال متوقع الأول في البرنامج، قال حقيقة أعطيك وضعي هذا وعلمني عنها. قال قلت سوي كي أتفلسف يقنع، يقول صراحة أتوقع سان. بعد أسبوع جاء طبخ، قال ترى أنا غيرت أقوالي ما أتوقع سان. قال ليش محمد ليش وش فيه؟ قال والله الولد هذا بيماشي معه. اي ماشي ما ادري ايش مسوي، ما ادري ايش مسوي، جايتك خصوبات. انا اول اسبوعين كنت انا قوتك. اي لا الامور طيبه. لا هو يمكن بعد ان الطبخه الثانيه انا ما كنا نقعد نطبخ كل اسبوع، كانتنا كثير. اي صح نطول. صح صدقت نطول. انا اسميها طبخه كل اسبوع ولا هي بكل اسبوع، الحين تقعد اسبوعين ما تطبخ. انا مو قاهرني الحين الا الجايين هذول ضيوف الشرف. منو اللي يرجعوا؟ معاذ ومحمد ودا. يا اخي هم داخلين معنا مطبخ. لا تمطبخ هم شغلون عليهم شو المحل، بحرش الاداره عليهم انا ولا لهم شيء. يا اخي يفلونا وانا خصم علينا انه وهم يفلونا. تفضل يا متفضل يا مرحبا يا ليه تيجي تيك تاك ايمو. اتمنى ما انا اسم مين يوزر نيم، يوزر نيم اسمي نيم نيم ماي نيم ماي نيم ما في معلوم معلوم، بس خصم انا اسوي خصم اثنين يوم ما في راتب اسوي خصم. انا اسم سعد. سعد اوه انا معلوم انت معلوم انت تشوف هذا يا رئيس هذا بعد انت خربان هذا كله راسه كله ما في فلفل. انا من زمان ما في اكل فلفل. متى اخر مره اكل فلفل انت سبايسي؟ من زمان. اي جيت هنا علمناك على الرز وعلمنا على اللحم الذبائح فاطيح وهناك كله بال... وهذا اسم هذا ايش؟ ها محمد حمد هذا عمر. اسمك عمر؟ اسمي عمر. هذا اسم حمد. قول حمد. لا حمد زي محمد بس شيل الميم. لماذا اخليه؟ لا فهمت ما شاء الله. اكتب محمد نشيل الميم. شكرا ايمو. ايش اسم انا؟ ايش نسى؟ نسى. اقول راح اجيب الشاهي والله انا بدون سكر حاسس الحين. انا اجيب ايش انا؟ سعد 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 اكتب ترى بسالك اليوم اذا ما جاء ترخص باسبوع. ابراهيم طلع برا النمونيه. طلع لك نمونيه. هذا هذا خلي هذا بعدين لما يجي بعدين اسال. هذا عبد الله. عبد الله عبد الله نجي معنا. اوه هذا احمد. احمد ما شاء الله تبارك الله سهلة. منو أنا؟ لا تبطله كله. لا لا زينة يا الله صافي الشخصيات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أيوة ما في صقر يقلي أزر مقامك. وإيش وأنا أقوم وين يا ابن الحلال؟ جلست إيش صقرة ما تقوم؟ أقوم أروح. يا ود استحلى وجهك اكبر منك ب 7000 سنه يا اخي. اثري المفروض يحطون ترى يحطون متحف. المفروض يحطون متحف هنا ترى بدايه. اقول لك خلاص البرنامج يحطون متحف يصورون بربزون يحطون ترى سعد عصر الديناصورات كان رحمه الله. هو كان سبب عندي علم. ها عندي علم. عندك علم؟ اي والله. ليش في عضل بس هيكل عظمي لا والله والله من يلومك يا اخي من البال تسوي. ها يصيبني شد من البال. امس مضاربات مع حمد. امس منو ما اعطاك؟ لا لا اكشنات انا وياه. جاب لك عصير والله قاعد نلوث. يقول عصير ملوث. ليش ايش صدق نحاسه هذه؟ ترى هذه مالت امس مو مردوده حق مالت ذاك الاسبوع. ليش ليش تكذب؟ خوش مسبح والله. يلا عاد 17000 مسبح. تعرف تعرف السند المتصل هذه؟ لا شاري درزه مسابيح ما بقى منها. ايه هذه السند المتصل تعرف من وين؟ صالح فرحان الى احمد سعود. من هذا؟
المصباح. من قال؟ أنا بس أشوف في علامة وأقول لك. من صالح الفرحان إلى أحمد سعود إلى محطة بترول ختم. خلنا نشوف ده الثاني. إي نعم من صالح الفرحان إلى أحمد سعود محطة بترول. المهم أحمد أسار. شو استغفر الله العظيم. شنو هذا قاعد تسوي؟ عشان ظهري. ما شاء الله. تعرف الجندب؟ تدري عن أبوي ألاقي صلاة الفير؟ قبل صلاة الفير قاعد في الصلاة عقب ما يخلص صلي يسوي هذا حق ظهره الفقير. يا أخي طب حط الجود. كان يركض كذا ولعبها. ما شاء الله كل يوم 3 كيلو غير الرياضة اللي يسويها. الحين لا رياضة لا هم يحزنون. منو؟ أنت ما يحتاج كافي الشيطانة اللي قاعد تسويها. هالرقف بالمنتجع. ما شاء الله تبارك الله. ابي امتن. ابي تمتن؟ تبي اقعد قعد راحة. تقول فيك جني. اذا اقعد بطني تلعب. سوي رياضة. استحرق. الله العظيم احمد. لا بعد يبي شوي. احاول تلعب لعبة. احمد صراحة احمد يعني انا اسف هالكلمة. احس انه انفرك وهو صغير لين قلبس. ايش صار فيني؟ انفرك وهو صغير لين قلبس. يعني احمد يجيني يقول صدق يا اخي انا ابوي عمره ما طقني كذاب راح اقول له. يبا اذا عندك مداخله اتصل الحين. انا ما اعتقد ابوك راح اقول لك كذاب. تجي لولدي اخوانه تجي لولدي يا ام علقه بنك رابطه بشب والله بتحطها في تشمبقجه. كان خذيت يمكن خمس هذا شو يسمونه بعد الحزام الاسود. ذكرني في عائله وعياله درسوا وياه كلهم واخوانه عمر بعدين علي بعدين عثمان بعدين ابو بكر. عمر شيطان روح من الاخير. لا والله اهدأ.